ماشي مكاراش ماشي مكاراش، مرأة طيبة كتخدم بدراعها وكتبغي الحلال، كو كانت شمكيرة كرة بقات عاد راجلها كيتجر في الحشيش. قالت لي مينا أمي ما نكبرش ولادي في الحرام، أنا بغيتهم يكونوا رجال ويكونوا في كتافي. الله يجعل ذنوب بنت ذنوبي وذنوب بنتي، بغيت لهم حالتي، ما نسمحش ليهم، ما نسمحش ما نسمحش، وغنطالب بحقي، نطالب بحقي. علاش تفضح لي يا بنتي وفضحني حتى مع العائلة، فضحني حتى مع العائلة. شو بنادم ضروري واخا ما تكون حتى حاجة يديرو فيك، ولا كذبتيني عاود نديك عند الباطرو اللي كانت خدامة عندو في رمضان، وغتشوفها واش مكارة واش كتجر في الحلال ولا في الحرام. حنا عدين سابي عدين سابي عدين بناتي عدين سيبي راهو بارك معايا، وغرضا ندخل وحده ما مزياناش. اه تشوف الدريان بيروحوا الكوميسير قال لك الدريان نقيه، الشمكاره راه كتبان في شكل ماشي غيبان وجهها كيدير. حنا الريال ريال الله العظيم اللي كتخدم 4 دريال ما كيشدهاش بوها من عاد قسما بالله. اش كدير كتاخد، حنا كنقولوا مسكينه خليها يلا تكافى مع ولادها، تبغي تشري لهم دانون تشري الحليب سير الحوانت وصور سير عاد مول الحوانت راهم ما يقولوا لك، شري ولدها الحليب ديال نيدو باش حسيت مرفوعه لا ماكله لا شراب. علاش بارك حاشاك على الماء وطواليط كل قسم، راه اليوم راه صبحت فصله فصله اليوم، ما رضاش ما يجيش ديالي ما يجيش في عائلتنا. قسمش لها الله تعيش مع الراجل، راه جات بحال عاد بواها، اما احسن تجي عاد بواها ونحوز بنتي ونحوز وليداتها ونشدهم باش ما عطا الله، وتمشي تجيب طرف تاع الحلال ولا يعود يقولوا لك ها بنتك هوك ها بنتك هوك غارضه. انا بعدا نكتر راسي ما رضيتش ما نكذبش عليك، صدمت صدمت وخا ضل ما انا صدمت، والصدمه الصدمه الصدمه هي ديال الدراري هما اللي حجلوا لي جابوا لي 7 وضام. انا راه من نهار الخميس وانا على البكا، الدمعه ما بقات لي في عيني كيداير تفضل يلا ها شو دابا رجلين ولاو ثلاجه محشوم واش حشوم 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 تتغوتها تخرج بها الفرنك تخرج ب 400 شتيها وشتيها تنكون شتيها ولا تم جاي يطلع وطلق عاد ادوي ما شتاش راه خوها العلم ولا ما شتاش والله ما شتا دابا الدرك ما شتاش كاع ما شتا حاجه. انا شتي انا كنت ترفع كيفي كيفا ما كنت ترفع، تكون شي حاجه خطيره كيكون الغوت بزاف كانت كيعود بنادم داخل وا 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 ما نعرفش اش غنقول. لا ماشي مكاره والو ابدا ابدا، شهود الدنيا وشهود الاخره والله 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 وتما والله، وديني حرام عليا وصلاتي حرام عليا والله، ولو كانت كبنتي فاسقه ويلا نشدها ولا ما نلوحاش في السكه راني ماناش مينا. واش انا غنعود باطرونا؟ انا باها مكبرني بالحلال وفي الاخر نعود في الحرام. شتي تجيب عاق 10000 بدراعها وما ترضاش، ما هيش ديالها مضروبه الضربه ضاربها راجلها، وكاينه كاين الدوسي ديالها عند الوكيل، عند الوكيل الدوسي ديالها، لانه قلت لك انا كنت كنعاود لك ملي جا من الحبس ضربها قال لي هو حقا واحد صاحبي قال لي يا مرتك انت ما خصنيش نقول هذه الكلمه. بالنسبه لخويا البنت اللي وقعت لها المشكل، يعني هذاك الشيء اللي تيقولوا فيه غير الكذوب، بلا راه تخرج بلا تتفسد بلا تدير، هذاك الشيء كل شيء كذوب. الدريه خدامه، الدريه خدامه عندها 2 الوليدات، كتب على المكتوب ما تفاهمتش مع راجلها جات لدارهم، يعني حاطه وليداتها عند امها وتتخدم. الدريه تتمشي بالليل وتجيب الليل، يعني تتمشي الصباح بكري ما تجي حتى للعشيه، يعني هذاك الشيء كل شيء قسما بالله وربي شاهد عليا هذاك الشيء كذوب ما كاينش في هذيك الدريه. يعني وهذا المشكل اللي وقع عليه يقدر يوقع لاي واحد ويوقع لاي وحده، بنادم ما يبقاش يتقلد ويقول يعرف الحقيقه عبش يهدر.
بالنسبه للولد اللي مات نهار العيد ليل نهار العيد بالليل قسما بالله وربي شاهد عليا الا ما نعسني ما شفناه ما نعسنيش حتى الخمسة الصباح هو مقرقب تيغوت تيمشي عاد مول الكاميرا يغوت وتيجي لحد دارنا تيمشي يعني ما خلاش جيراني ينعسوا ما خلاش الجيران في الاخر مشاو الناس مشاو عند امه قال لها اجي دخلي ولدك قالت لهم خليه يمشي يموت واحد اللحظه جاباه اللي جا حدا دارنا قال لي اجي ولدي قال لي ما تقولش ليا ولدي انت ماشي با ما تنعرفكش ما تقولش ليا ماشي ما ولديش يعني ماشي با قال لي حيدني من الحال المدنيه ناقص باه قال لي سير انا ساخط عليك سير الله يلقيها لك سير الله يلقى لك ثلاثه دعاولي صافي كان باه مسكين هاز الحجر لاح الحجر ومشى لدار وخلاه هوايا صافي نكذب عليك انا نعس ما بقيتش عارفه اشنو زعما اشنو من بعد اشنو طرا.